السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيلعب المنتخب الوطني الجزائري مباراتين وديتان خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر سبتمبر على أرضية ملعب وهران الجديد، حيث سيواجه رفقاء القائد رياض محرز منتخب غينيا يوم 23 سبتمبر على الساعة 8 بالتوقيت الجزائري على أرضية ملعب وهران، بينما ستكون المباراة الثانية يوم السبت 27 سبتمبر على الساعة 8 مساء من نفس توقيت المباراة الأولى. ويسعى الناخب الوطني الجزائري جمال بن ماضي من خلال هذه المباريات الودية إلى إعادة الاستقلال للمنتخب الوطني، خاصة بعد خيبة المونديال التي لا زالت تلاحق المنتخب الوطني الجزائري لحد الساعة. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.